بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعليمات مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، تركيا تتحضر لإرسال مساعدات عاجلة إلى باكستان. لمعرفة تفاصيل ما يجري في باكستان، باكستان التي تستصرخ المسلمين في كل مكان، باكستان التي تتعرض لموجة من الفيضانات الغير مسبوقة والتي تشابه السونامي، والتي تستدعي من كل مسلم غيور وعطوف على ظهر الأرض أن يتضامن معهم. نتابع معكم ما جاء في تعليمات أردوغان. قال مصدر متابع اليوم السبت إن تركيا بدأت بتحضير مساعدات عاجلة إلى باكستان، مخصصة للمتضررين من الفيضانات والسيول التي تضرب البلاد. وقال المصدر لوكالة أنباء تركيا إن تعليمات صدرت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال مساعدات إنسانية ضخمة عاجلة إلى باكستان، وأضاف تأتي هذه التعليمات كاستجابة طارئة جراء الوضع الكارثي في البلاد والناتج عن الفيضانات التي سببتها الأمطار الموسمية. وضربت أمطار موسمية باكستان ما تسبب بفيضانات وسيول أدت إلى تضرر أكثر من 30 مليون إنسان ووفاة 1000 شخص على الأقل وفق الأرقام الحكومية الباكستانية. ووصفت باكستان الوضع الحالي بالكارثة الإنسانية. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حالة الطوارئ في البلاد واستدعاء الجيش، فيما أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية عن غرق أراض بمساحات واسعة بالمياه وتشرد الملايين تشكل نصف مساحة باكستان. كما أدت الفيضانات إلى انهيار مبان بشكل كامل وانهيارات أرضية ودمار واسع في المدن والبلدات الباكستانية، كما غرقت عدة قرى. وفي وقت سابق اليوم قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها لباكستان بضحايا الفيضانات والسيول. وقالت وزارة الخارجية في بيان: نعرب عن حزننا العميق جراء مصرع العديد من الأشخاص والخسائر الجسيمة بسبب كوارث السيول المتواصلة في باكستان. وأضافت: نقدم تعازينا لشعب وحكومة باكستان الصديقة والشقيقة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأكد البيان أن تركيا بدأت بتحضير المساعدات اللازمة لتضميد جراح المتضررين من السيول، ومن المقرر إرسال طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى باكستان. إذن باكستان تمر بأزمة غير مسبوقة، قتل فيها نحو 1000 شخص وأثرت على 30 مليون آخرين. باكستان تعلن حالة الطوارئ بعد اشتداد الفيضانات وتطلب دعما دوليا، حيث أعلنت باكستان فجر الجمعة حالة الطوارئ الوطنية عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيضانات والسيول إلى مئات الأشخاص وتضرر عشرات الملايين من البشر. ودعت الحكومة الباكستانية في اجتماع استغرق 3 ساعات الجيش لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ إثر نزوح الملايين وتضرر آلاف المنازل بفعل الفيضانات. وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان: إن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء باكستان، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها. وخلال الاجتماع قرر شريف إرسال جنود من الجيش الباكستاني لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ وفق البيان. وذكر البيان أن رئيس الوزراء دعا أيضا لعقد مؤتمر طوارئ للمبعوثين الأجانب في إسلام أباد لطلب مساعدة المجتمع الدولي، مناشدة دولية. وقال مسؤولون إن باكستان ناشدت المجتمع العالمي مساعدتها في جهود الإغاثة في ظل معاناتها من تبعات الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات عارمة، وستمثل جهود تدبير التمويل وإعادة الإعمار تحديا للبلد الذي يمر بضائقة مالية.
ويجد نفسه مضطرا لخفض الإنفاق لضمان موافقة صندوق النقد الدولي على صرف أموال مساعدات يحتاجها بشدة. وقال سردار المسؤول الكبير في مكتب الأرصاد الجوية لرويترز يوم الأربعاء الماضي إن أمطار يوليو تموز الماضي تخطت متوسط معدل سقوط الأمطار على البلاد بنسبة 200%، مما يجعلها الأشد غزارة منذ عام 1961. وقال شيري رحمان الوزيرة الاتحادية لشؤون التغيير المناخي على تويتر: لا شك أن الأقاليم أو إسلام آباد غير قادرة على التعامل مع كارثة مناخية بهذا الحجم بمفردها، الأرواح في خطر والآلاف مشردون، وينبغي للشركاء العالميين تقديم المساعدات. وأكدت شيري رحمان أنها كارثة مناخية هائلة وتسببت في كارثة إنسانية تكاد تضاهي في حجمها الفيضان الضخم الذي شهدته البلاد في عام 2010. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تضرر نحو 2.3 مليون شخص جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان منذ منتصف يونيو حزيران الماضي، والتي دمرت 95,350 منزلا وألحقت أضرارا بنحو 224,000 آخرين. وإقليم السند في جنوب شرق البلاد وإقليم بلوشستان في جنوب غربها هما الأكثر تضررا، ونفق أكثر من 504,000 من رؤوس الماشية أغلبها في بلوشستان، بينما عرقلة الأضرار التي لحقت بنحو 3,000 كيلومتر من الطرق و129 جسرا الحركة حول مناطق الفيضانات. وانقطع طريق الإمداد الرئيسي في مدينة كراتشي الساحلية كبرى مدن باكستان لأكثر من أسبوع بعد انهيار جسر يربطها بإقليم بلوشستان، بينما غمرت مياه الفيضانات عشرات السدود الصغيرة في الإقليم. وقال أحسن إقبال وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة على تويتر: ناشدت الحكومة الاتحادية أيضا شركاء التنمية العالميين تقديم المساعدة لتبدأ أعمال إعادة البنية التحتية التي دمرتها الفيضانات بمجرد انحسار المياه. لا شك أن باكستان تستغيث وتنادي المسلمين، تستصرخ فيهم الإسلام وتستصرخ فيهم الإنسانية، تنادي الأخيار من أهل الخليج تحديدا والمملكة العربية السعودية، تناشد كل من يمتلك جهدا أو دعاء أو مساعدة أن يستنقذ وأن يساعد هذا البلد الذي نكب نكبة كبيرة، هذا البلد الذي يعاني من جراء فيضانات تشابه السونامي. لا شك أنها أزمة كبيرة ومحنة عظيمة يعاني منها الشعب الباكستاني المسلم، الشعب الباكستاني الشقيق، والذي استجاب له الرئيس رجب طيب أردوغان، وبتعليمات مباشرة تتحضر تركيا لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى باكستان. نناشد أيضا كل الحكومات العربية والإسلامية والشعوب العربية أن تهب لنجدة باكستان في مصابها الأليم. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتاهم وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يشفي جرحاهم وأن يعوض كل من فقد شيئا من ممتلكاته. متابعين الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.